التقى الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالعديد من رجال الدين في ألمانيا، وذلك خلال زيارته الحالية، وكذلك قادة الكنائس العربية بأوروبا، كما التقى رئيس كنيسة هيليلاند بمدينة دروزدروف، واختتم زيارته بالصلاة بالكنيسة الإنجيلية بمدينة شتوتغارت الألمانية، مستكملا زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء عدة محاضرات ببعض الولايات وهي سانت لوس لويز وشيكاغو وواشنطن، كما يلتقي عدد من المسؤولين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى عدد من قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية والأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية. وصرح مصدر من الكنيسة الإنجيلية أن القس أندريا انتهز الفرصة في هذه الرحلة للترويج لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة والأماكن السياحية بمصر. وطبعا نتمنى لجناب القس أندريا يرجع بالسلامة، وقد حققت رحلته كل الأهداف المرجو منها، وإن شاء الله يرجع لوطنه سالما فرحا بهذا العمل الخير إن شاء الله.